السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف كنتم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جاكم فيديو جديد عن لعبة شاورما. فقبل ما نبدأ نطلع على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، نضغط على زر اللايك وعلى زر الاشتراك، وصعد الفيديو لخمسين لايك، وصعد الفيديو لخمسين لايك، وصل لعشرين ألف متابع. وخلينا نبلش. أوكي، طبعا هاي المهمة نروح نجهزها. اوكي، هون مقطع الشاورما مثلا، في هذيك الألمة الفولة، جزء البطاطا هون، هني كيف بدنا نقضيها، لفوات نجيبها من داخل المكنسة، في جزء كيف قمرت معطية اياها، شفتوا كيف كان شكله؟ طبيعي، بعصير كان اثنين سندويشات. هذا حرام طبعا، لازم نحطه. نشغل البولة، هذا شحاط طبعا، روعة. نعطيه واللبلة، نعطيك الباقي بس مو اجباري. لفة شاورما، هلا بدنا كمان بطاطا مسلوقة، هلا ما ضل عنا. ضغط سندويشتين، هذا سندويشين ولا سندويشين، هذا الجدول كله كمان كم عصير، هذا ضغط سندويشين، أوكي. شحاد شحاد وما عم وما ضيعوا مصاري ولا عم ينزعج، او نحن ما نعرف فكر حاله زبون زبون عادي يعني. اوكي، انت بدك واحد عصير واثنين كبدين، انت بدك اثنين شاورما. قلنا اثنين، اعطينا الشاورما وبدك اولى. طبعا هذا لا تسألوني ليش انه لابس خمزة صغيرة وما بعرف شلون بيني كبسة، انا مالي اليوم. اوكي، نبي البطاطا، نعطي لها هي انزعجت لانه صار لها الف سنة معنا ما اعطيناها شي. طبعا كمان والله ليش بتسرقش، فكر حاله حرامي كويس. انت دقولة ايه يا زلمة، صار علينا الزحمة يا زلمة، ايش بدنا نعمل يا زلمة، ايش بدنا نشتغل؟ لمين بدنا نلحم عشان نلحم الثاني؟ انت دقها في الكود، يا ريتني تركه يا زلمة، تعال انت يا حرام. وهذا ده امشي عشان ما يحضر الاغراض اللي اعطيته اياهم، بعدين ما بيعطيني فيه. هذا الشحاد اعطيناك بيطلب اكثر من كل هذا، ما اعطيناه اول مره، ثاني مره طلب كبايتين. اوكي، نشغل هاي المعلقة انه عشان كده هاي. لسا كان دا يسرق يا مان، اعطينا الشحاد بالغلط يا زلمة، الشحاد دا ياكل على حسابنا. شو بدك شو بدك؟
اوكي، انتهى اليوم، ربحنا من هذا اليوم 485 ليرة. اوكي، طبعا 727 بس اليوم، ارباح اليوم يعني، اليوم ربحنا قرعة شغل يعني. نروح للمتجر نشتري مثلا، بس نشتري البطاطا، لا نكبر المحل، لا بصراحة عنا زحمة. ماكينة كولا على كيفك، بتعبي الكاسة أسرع، أسرع طريقة لتعباية مكونات. هو 3150 أحسن شيء، أسطورية يا زلمة، 3150 وصلت هاي 3150 طبعا ولا يهمك. بطاطا ما قشرنا يعني، عشان نحب الله خلاص عشان نمشي نطلب سندويش حاج حاج تاكس بالله. لا ايش، ايوه قول لي شو بدك. بطاطين كولا وحدي، هلا استنى استنى، اول ما اجي بطلب شاورما اثنين، المحل ما فتح، بطلب شاورما اثنين. ايه اطلبوا سندويجي، بس على المحل هلا فتح. هذول يا شباب طبعا بيفطروا عندي شاورما، بيتغدوا عندي شاورما وكل شيء عندي، بس عندي هاي كمية عالية من طيب هاي الشاورما. طبعا نقص شاورما، قولي يا شباب ما فيش حمام، حرام يسرع 1000 ليرة. صار الزلمة ما أعطيناه، أنا أعطيت لك بالأول، واي 2 عصير، زلم العصير زلم زلم بياكلو، بيشربو يعني. اوكي فور انت اول سنديش العلا، فور اي تاني سنديش العلا، فور انت فور ده فور هاي العصير يعني، الواحد ما بيقدر يرتاح شوي. ايه ما في بيرتاح، لا شوي ولا كتير، فاهم؟ اوكي هذا ايش بده واحد عصير، هذا كان بده واحد عصير. عم بقول هدول ايش بدهم انا، نقص شاورما شاورما. طب ينجي اتنين كبدين، أول ما نزل من اللعبة أنا اشتريتها بمصاري. صوت صوت حتى هذا العامل ما هو كويس يعني، جايبين لنا عامل من سوق الجمعة. سندويشتين هاي بتطلب 4 سندويشات بعرف. يسعد لكل اوقاتك. اوكي ثانكي ثانكي يا خير، خذ العصير خذ العصير خذ العصير، حتى مش هي شد لبين ما تجهز سكول كل هذا. اوكي ناخذ هدول
انا الكل بالكل. اوكي خلص اليوم كمان هالمرة ربحنا شخمانيات. شو ربحنا؟ 589 اليوم تقريبا 300 بس اوكي يا شباب اليوم 21 اوكي مصاريك 2457 نشوف كنا نحن ايش كنا بدنا نشتري ايش كنا بدنا نشتري يا شباب شيء شوالي بتفيدك في الشغل السريع بتحمس السندويشة وبتبعت لك اياها بلا هي ما اخذ سيخ الشاورما هيك هو يقطع لحاله احسن عجب ماكينة كولا على كيفك بتعمل كاسة بتروح محلها وبتبلش تعبي كولا بدون ما انت تتدخل ايه ليش عادي اتدخل 3150 اخذها لا تغلب حالك كبر مطعمك شوي خليه ليش لا اكبره يعني اوكي شاش نشتري اسرع طريقة لتعباية ايوه 3150 لناخذ السيخ ناخذ سيخ شرمة بعدين ناخذ سعر السندويش اسرع طريقة لتعباية اوكي شباب وصلنا لنهاية المقطع زينتوا اللي لكم نظر نزل لكم فضات وزل لكم فان وزل الاشتراك والسلام عليكم